لو سمعت عن التويته الاولى لجاك دورسي اللي اتباعت ب 2.9 مليون دولار، فاحب اقول لك ان اللي اشتراها حاول يبيعها من كام يوم، ولما بقى حجبت له 280 دولار. ثلاث اسباب ليه الجيمرز بيكرهوا الان اف تيز. عشان تبقى فاهم، الان اف تيز هي النون فانجبل توكنز او النون ريبليسبل توكنز، واللي هي صور وساعات شخصيات او كروت او مشابه جوه اللعب. وبيبقى التوكنز دي عددها ثابت، يعني نادره، ولما تحب تجيبها هتضطر تشتريها من حد في الاخر بسبب عددها الثابت ده. لو ما كانش مثلا توكن مفيش منه غير واحد في العالم كله. سبب رقم واحد لكره الجيمرز للان اف تيز، بتخلي اللعبه مش لعبه. الجيمر بطبعه بيلعب جيمز عشان يستمتع بوقته، ودخول الـ NFT سيستم او البلاي تو ايرن سيستم في اي لعبه بيخليها مصدر ربح، وده بيؤدي الانتباه الشديد للمستثمرين ورؤوس الاموال للعبه دي. لعبه زي اكسي انفينيتي، الشخصيه فيها اللي اسمها اكسي، كانت بتوصل ل 250 دولار لارخص شخصيه، وفي حدود ال 10000 دولار للاكسز النادره، والنهارده الواحد بيساوي في حدود ال 7 دولار بس. وبعيدا عن التحركات السعريه واسبابها، الجيمر اليتيم اللي بيلعب اللعبه عشان يستمتع بوقته، اللي حواليه كلهم مش جايين يستمتعوا بوقتهم. انت شخصيا لما سمعت مني ان الواحد كان ب 250 دولار وبعد كده بقى ب 7، انت زعلت جدا على الفلوس اللي اتحطت في اللعبه. ولكن لو جيت زمان شويه قبل المرحله التغيريه دي، لا، الاكس كان بنص دولار ودولار وبتاع، وطلع ل 50 ونزل 30 وطلع ونزل وطلع ونزل وبتاع. يعني المهم انت نسيت الجزء بتاع اللعبه ودخلت في فلوس بقى. ايه ده، 2 دولار بقوا ب 250؟ ايه الحوار ده؟ وبالتالي منهم اللي عمل له احتكار لانواع معينه من الاكسي، ومنهم اللي كانوا بيركزوا اللعيب عايز انهي شخصيه بتكسبه في الجيم عشان يعلي سعرها بقى ويتقل عليها. خلي لما يبقى لعبه عشان يا دوبك تخش تلعبها محتاج من 5 ل 10000 جنيه عشان تجيب 3 شخصيات وتلعب بس، وتتفاجئ ان الثلاثه دول بيدخلوا لك 2000 جنيه تقريبا في الشهر، كمان لو لعبتها ربع ساعه، نص ساعه، ساعه بالكثير في اليوم. طب ما كده الجيمر كمان ما بقاش عارف حتى يبص لها كلعبه، بل هو كل يوم بيخش يلعب شويه عشان يعمل 2000 جنيه دولت، حتى لو ملوش نفس يلعبها، لحد ما كره اللعبه وبقت من لعبه لواجب لازم يعمله كل يوم. النهارده الموضوع اتغير شويه بالنسبه للعبه زي اكسي، انا كنت بس بستعملها كمثل معانا، ولكن في الواقع اكسي للاسف ما بقتش بتدخل ربح مضمون، ولكن الربح بقى على حسب كسبت كام جيم في البي في بي من اصل 20 جيم بتوعك كل يوم. وحتى لو كسبت نصهم فربحك الشهري مش هيكسر 500 جنيه تقريبا او ال 1000 جنيه بسعر الاس ال بي الحالي. طبعا هتقول لي طب هو الجيمر متضايق ليه؟ يعني ما هيخش يلعب لعبه ربع ساعه نص ساعه ان شاء الله حتى لو عمل 500 جنيه في الشهر. اقول لك ان ده تمام بالنسبه للعبه اصلا مبتديه كده، ولكن لو انت لعيب ومبسوط في لعبتك ولعبتك جميله وشغاله وفيها ملايين من اللعيبه، وفجاه لابوها لك ان اف تي، هتكتشف ان اللعبه ما بقتش لعبه وبتتحول لقرارات الناس بتاخدها على اساس انها قرارات حياه او موت. وده سبب من اسباب كره الجيمرز للان اف تي جيمز. اي ان اف تي سيستم مبني على بلوك تشين، واي بلوك تشين فهي لا مركزيه ومحدش بيتحكم فيها او يرقصها باي شكل من الاشكال. وبالتالي على قد ما ده يعني حلو كده، ده معناه ان مفيش رولز ومحدش بيقول لك تعمل ايه وما تعملش ايه ومحدش بيقبض على حد. وبالتالي في اي لعبه ان اف تي مشهوره، لو دخلت على الديسكورد سيرفر بتاعها مثلا، هتلاقي رسائل كتير جدا بتتبعت لك من بوتات عايشه الدور انها ادمن من اللعبه، وعلى اساس انك بقى خدت جايزه او مشابه، وتقوم قايله لك خش على اللينك ده والخ الخ. وطبعا تفاجئ انك اتسرقت من خلال الفيروس او كليك انت دوستها عشان تبعت بيها دولار من محفظتك عشان تاخد حاجه وهميه مش هتجيلك، ويبقى خد منك الدولار اللي انت مستخسره. في اكسي انفينيتي كان في ناس بتستعمل النظام بتاع السوق بتاع اكسي نفسه عشان تسرق بيه الناس، وده بسبب ان النظام كان فيه مشكله، وهي ان النظام كان فيه مزاد في الماركت، وانت ينفع تخش تعمل المزاد ده بكل بساطه بان انت تقول له مثلا انا عايز الاكسهايه دي تبقى ب 100 دولار، وفي خلال 10 ساعات تكون بقت ب 200 دولار، فالسيستم كله بيعمله بينزلها لك ب 100 دولار ويقعد يغليها بالراحه خالص ثانيه بثانيتها لحد ما يوصل من لما تبقى 200 دولار في خلال 10 ساعات. فواحد روش قوي دخل قال لك ايه، طب بقول لك ايه بقى، انا هخلي الاكسي ب 20 دولار بس تبقى ب 100,000 دولار على مدار ساعة، وبكده تقريبا سعادتك الاكسي ابو 20 دولار ده بيغلى تقريبا 38 دولار في الثانية على المزاد ده، عقبال ما يبقى 100,000 دولار في ساعة مثلا. بس المشكلة ان البراوزر او المتصفح بتاع سعادتك لما تيجي تخش على الاكسي هاي وهي ب 28 ولا بحاجة و60 او مشابه، بتلاقي سعرها حلو جدا وجميل، تيجي تشتريها بالمحفظة، المحفظة تقول لك تمام، فتيجي تسمع في بلوك تشين، بلوك تشين تسحب منك المبلغ اللي هي وصلت له في الثانيه دي، اللي هو بقى كل ثانيه ب 30 دولار تقريبا. فكانوا بيلبسوا الناس في 600 والوفات لو المحفظه تكفي. اللي حكيته لك ما هو الا اسلوبين من اساليب السرقه في الان اف تي جيمز، وغيرها كتير. في الاول وفي الاخر مفيش حد بيعمل بان للي سرقك، ومفيش حد يحميك من اللي ينفع يسرقك، لان مفيش حد اصلا يعني بيتحكم في حاجه. زمان لو كان حد عمل لك سكام في لعبه، فهو سرق مجهودك او شويه الجولد اللي انت جمعتهم، بس النهارده في ان اف تي جيم اللي بيسرقك بيسرق محفظتك
وفلوسك ويمكن يكون استثمارك بجد، وده سبب من اسباب كره الجيمرز للان اف تي جيم. رقم 3، يقال ان الان اف تي ما هي الا فقاعه كبيره هتنفجر وتهدم معاها كل اللي اتبنى عليها. لو ما تعرفش، فالبلوك تشين كتكنولوجي بتسجل كل العمليات الشرائيه لاي ان اف تي، وبالتالي من الاسباب الرئيسيه اللي بتخلي اي ان اف تي سعرها يغلى هو الحظ. زي مثلا ان اف تي عجبك فاشتريته بسنت وغيرك اشتراه منك بدولار، وده معظم الوقت بيحصل بسبب عدم اهتمام الشاري بالدولار او السنت. ولكن في مستثمر عدى شاف ان السنت بقى دولار، ده كده 100 ضعف، فهو لو عمل كده 100 مره يبقى خلي الدولار 100 دولار، فقام اشتراها وعرضها ب 10 دولار، والمسيره دي فضلت مكمله لحد ما بقت ب 1000 دولار. وفي حد هيخش يشوف الماضي بتاع الان اف تي دي وهيلاقي انها كانت بسنت واتباعت بدولار في 20 في 30 في 50 في 100 في 500، وهو اللي بيبيعها ب 1000. ايه اللي يخليه يعني يستغرب ان الالف ممكن تبقى 5000؟ دي من الاسباب الرئيسية اللي بتخلي الان اف تيز اللي ملهاش قيمة متأصلة فيها اصلا سعرها يزيد، وهو ان الناس مقتنعة ان السعر القديم جه بعديه سعر اكبر فاكبر فاكبر مش اكتر. احب اقول لك ان من اشهر الان اف تيز اللي اتباعت ويمكن سمعت عنها التويتايه بتاع جاك دورسي اللي لما اتباعت بتقريبا 2.9 مليون دولار. والصدمه ان سينا استافي رجل الاعمال المستثمر في العملات الرقميه هو حاليا صاحب الان اف تي بتاع جاك دورسي اللي اشتراها ب 2.9 مليون دولار دي، ولكن الصدمه انه عرضها ب 48 مليون دولار وما جابتش غير 280 دولار، والكلام ده كان من كام يوم يعني، خلي بالك. بس يعني الفكره اللي عايز اوصلها لك ان الناس ما حدش فيهم قرر يعرض اكتر من 280 دولار على الراجل اللي اشترى نفتهايه ب 2.9 مليون دولار، فحتى لما هو كان مقتنع ان ده ثمنها ما حدش كان مقتنع معاه، فهو حتى ما عرفش يبيعها. هو كان فاكر ان هو لما يخليها ب 2.9 ويشتريها بالفعل هيعرف يبيعها ب 48 بقى والجو ده، لا ما حصلش، عادي جدا. المبدا ده عايز يقول لك ان لو في العاب بقت معتمده على ان اف تيز والان اف تيز كفقاعه انفجرت، فالالعاب دي هتروح في السين داهيه معاها. فانا لو واحد بيحب اللعبه دي واللعبه دي راحت ان اف تي ما بقاش في لعبه. اتمنى اكون وصلت لك وجهه نظر الجيمر. دي مش وجهه نظري انا، دي وجهه نظر الجيمر اللي انا عملت له سيرش ولقيت ان دي وجهه نظره فقرت اقولها لك. لو عندك اي سؤال اسالوني في الكومنتات، ولو عايز تفهم اكتر عن الكريبتو في شو كامل احنا عاملينه كريبتو نايت روح شوفه من هنا اهو. كان معكم محمد اسماعيل من عرب هاردوير، اشوفكم الحلقه الجايه.